السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حصتكم حصة دوقني. ضيفنا تاع هذه الخطرة عزيز علينا، نبغوه ويبغينا، معنا الفنان الكبير الفكاهي المعروف حازم محمد. مرحبا بك سي حازم. ربي يحفظك وبارك الله فيك سي حازم. سي حازم، نعم. كنا مقلقين عليك والشعب الجزائري كاع مقلق عليك، وتمنوا لك الشفاء وقاعد عاولك، ومرحبا بك في حصة دوقني. ربي يحفظكم ان شاء الله ويسركم ان شاء الله وبارك الله فيكم على العرض. تستاهل كل خير عمي حازم، ما نطولش عليك بزاف، نروحوا عند لي شيف. هيا مرحبا، تفضل. بسم الله. بسم الله يا الله. تفضل سي حازم، تفضل. مرحبا بك خويا، نورت لنا الحي. ربي يحفظك. ربي يحفظك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. تفضل تفضل عمي حازم. ايوا بون جماعه، قلت لكم حازم سي تان شيف، وشيف دفنا بايله. ايه واه شابه. هي الحمد لله، نتمنوا ان شاء الله نعاودها لكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شوف حازم، نعم، حنا نروحوا نحكوا شويه وهما يوجدونا. قال شو لي حازم ان شاء الله. صاي ربي يحفظكم ان شاء الله. هيا تفضل تفضل معايا سي حازم. هيا زهو الحيه زهو الحيه زهو الحيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصه دوقني، ونهار اليوم رايح نديرو بلونكيت دو بولي. تبعونا خطوه بخطوه باش تدوا المقادير والوصفه تنجحكم. حاجه الاولى نسحقوا بولي. انا ندير لي كويس، كل واحد حسب الرغبه. تبغي دير سوبريم دو بولي اللي هو الصدر تاع البولي، ولا تبغي دير كويس دو بولي. داكور، نسحقوا كويس، نسحقوا الثوم توجور نخدم به بالجلفه تاعه، نسحقوا قرفة عود، نسحقوا الملح، حرور، قصبر مطحون، سكنجبير. سكنجبير يتمشى مع البولي بزاف. نديرو الطاجين تاعنا، نديرو شويه زيت، دوك نولو لاكريم فريش ونولو المايزينا. قلعو هادو منا، نجيبو الثوم تاعنا نديرو هنا، نديرو قرفة عود. قبل ما نخدمو بالبولي تاعنا نديرو سيترون، باش اونسي جامي كاش حاجة ولا تروح. نديروه يتقلى. نبداو بالبصل تاعنا، نديرو البصل تاعنا، نديرو الكروطة تاعنا، نخلطو المقادير اللي رانا دايرينهم. للعلم هذا راني نخدم فيه بالطريقة تاعي أنا. دروك نديرو لي زيبيس تاعنا، نديرو شوية قزبر، شوية حرور، شويه سكنجبير، ديرو شويه تاع الملح. الملح توجور ما كثروش بزاف، كاين اللي يبغي الماكله مالحه، كاين اللي يبغيها سانطا، كل واحد وكيفاه. خلوه يتقلى، دوك بعد ما تقلى شويه جيبوا الماء، لابلاك تاعنا نقصو لها شويه، خلوه يطيب على غرده ونكملوا الخطوات اللي بقاو. بعد ما البولي تاعنا درناه هنايا هو والليغيم والبولي تاعنا سي بون طاب، دونك ما بقالي زيد شامبينيون،
بعد ما زدنا الشامبينيون تاعنا والبولي تاعنا طاب، لي ليغوم تاعنا طابو، نزيدو مده 2 دقائق، نزيدو مايزينا تاعنا، مايزينا نديروها فروه، لازم نديروها بالماء بارد، ماء بارد يعني يكون في الثلاجه، وفروها فوق المايزينا، نديرو حوالي مغرف كبيره تاع مايزينا. بعد ما البولي تاعي طاب الشامبينيون تاعي سي بون، انا نصبر شويه ونزيد المايزينا، نخلطو بيان، وكي المايزينا تاعنا تهود وتعطينا هذيك لا تيكستير اللي نحوسو عليها، يعني البويون تاعنا يتقال شويه، نزيدو لا كريم فريش. ما بقى لي غير نقولكم نلتقي على طاوله التقديم.